الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد توقفنا في المرة السابقة عند باب الرد، ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الباب ونأخذ آراء المتكلمين فيه، ونذكر المذاهب الفقهية وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب. بداية، الرد هو عكس العول. باب العول أخذناه في المرة السابقة، وذكرنا بأن العول تعريفه هو الزيادة والارتفاع لغة، الزيادة والارتفاع، واصطلاحا هو زيادة سهام المسألة عن أصلها ونقص في أمصداء الوردة. عكس ذلك هو الرد، فالرد هو الإعادة والإرجاع، إعادة بعض الشيء وإرجاعه. اصطلاحا هو نقص السهام عن أصل المسألة وزيادة في أمصداء الوردة، يعني الورثة يأخذون نصيب المقدر، يزيد نصيبهم المقدر في الرد، يقل في العول ويزيد في الرد. يبقى إذن إما زيادة في السهام، سهام المسألة فيكون العول، أو نقص في سهام المسألة فيكون الرد عن أصل المسألة. وكذلك من تعريف الرد إعادة ما زاد عن الفرض أو عن الفروض على الوارثين بالنسب لقدر فروضهم عند عدم العاصب. فالرد له شروط. أولا، لا بد من وجود من يرد عليهم، أي صاحب فرض. الذين يرد، من يرد عليهم هم فقط أصحاب الفروض. والشرط الثاني لعدم وجود عاصب، فإذا وجد عاصب فلا رد. فالأصل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أو في الرواية الأخرى فهو فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب الذكور أو أعلى درجة في التعصيب، يعني أعلى من يرث بالتعصيب يرث بالباقي بعد أصحاب الفروض. طيب، فالفرق بين الرد والعول ذكرناه بأن العول زيادة سهام المسألة عن أصل المسألة، والعول والرد نقص سهام المسألة، نقص في سهام المسألة عن أصلها. طيب، العول يؤدي إلى النقص في أنصباء جميع الورثة، العول يؤدي إلى نقص في جميع أو في أنصباء جميع الورثة بلا استثناء. أما الرد فهناك زيادة في أنصباء الورثة من أصحاب الفروض ما عدا بعض الورثة، ما عدا بعض الورثة مع الخلاف، مع الخلاف. فهذا هو تعريف الرد. وبالنسبة لشروطه ذكرناها: وجود صاحب فرض يرد عليه، هذا شرط أساسي. والشرط الثاني عدم وجود، أو عدم وجود عاصب في المسألة، عدم وجود عاصب أيا كان نوع العاصب، سواء عصب بالنفس، عصب بالغير، أو عصب مع الغير التي ذكرناها سابقا. والشرط الثالث عدم استغراق التركة، وعدم استغراق الفروض جميع التركة، يعني يبقى شيء من التركة للرد. هذه شروط الرد. من يرد عليهم على خلاف، من يرد عليهم على خلاف، مع الخلاف كلهن إناث مع الأخ لهم والزوج، مع الخلاف. فكما هو معلوم بأن من يرث بالفرض، أن الرد يكون لأصحاب الفروض، من يرث بالفرض كافة هم 12، منهم 2 يرثون بالفرض والتعصيب معا، ألا وهما الأب والجد، يرثون بالفرض أحيانا وبالتعصيب أحيانا وبالفرض والتعصيب معا أحيانا. فهذان الاثنان يستثنيان من هذه المسألة أو من قاعدة الرد، لا بد من عدم وجودهما في المسألة، إلا
إذا وجد أحدهما فقد، لأنهم يرثون بالتعصيب ما بقي بعد أصحاب الفروض في حال وجود الفرع الوارث المؤنث للميت. وطبعا هم أقرب الذكور الأب ثم الجد، من أقرب الذكور من الأصول بعد الفروع، فعدم وجود فرع وارث مذكر سيرثون بالفرض والتعصيب معا. عدم وجود فرض، عدم وجود فرع وارث مذكر يرثون بالفرض والتعصيب معا إذا كان الفرع الموجود مؤنث. أما إذا لم يكن هناك فرع وارث أصلا لا مذكر ولا مؤنث يرثون بالتعصيب، يرثون بالتعصيب فقط. فإذا وجد الأب في المسألة مع وجود الفرع الوارث المؤنث يرث ما بقي بعد فرضه تعصيبا. إذا وجد أو لم يوجد فرع وارث مطلقا مذكر ومؤنث يرث بالتعصيب. إذا وجد فرع وارث مذكر يرث فقط بفضله، والفرع الوارث المذكر يرث الباقي تعصيبا، فإذا فلا رد. طيب، يبقى وجود الأب والجد في المسألة ينفي الرد، يبقى شرط أن يحذف هذان أو لا يوجدان في المسألة. يبقى بقي لنا كم؟ 10. العشرة على خلاف، العشرة على خلاف، هناك من يرث، هناك من يورثهم جميعا، وهناك من يحجب بعضهم عن الرد أو من يمنع منه، يمنع بعضهم عن الرد. هم يرثون بالفرض لكن يمنعون من الرد، وسنذكر إن شاء الله مع ذكر يعني أقوال الصحابة وأقوال الخلفاء الأربعة أو أقوال الفقهاء الأربعة. طيب، يبقى إذن عندنا 10 من أصحاب الفروض، ألا وهم بالنسبة للفرع الوارث البنت وبنت الإب، وبالنسبة للأصل الوارث المؤنث الأم والجدة، وبالنسبة للإخوات الأخت الشقيقة، الأخت الأب، الأخت الأم، ومعهم الأخ الأم لأنه مثل الأخت الأم في ميراثه لا يرث بالذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ويرث بالفرض فقط كذلك. وبالنسبة للزوجية، الزوج والزوجة، الزوج والزوجة، وبالنسبة نعم هكذا يكون 10. فهؤلاء من يرثون بالفرض فقط، بالفرض بمعنى فقط، بمعنى أنهم يرثون إما بالفرض، بعضهم يرث بالتعصيب لكن لا يجمع، لا يجمع. فإذا كانت الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب مع الضيف ليست من أصحاب الرد، لن يكون في المسألة رد أصلا. إذن شرط وجود الرد عدم وجود عصبة بالكلية، سواء كان عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير، أي وجود لعصبة من هذه أنواع العصبات الثلاث فلا رد. طيب، يبقى خلاص إذا كانت هذه موجودة في المسألة عاصب، يبقى لا أبحث أصلا عن الرد وأقول من موجود ومن غير موجود. طيب، يبقى إذن هؤلاء إذا ورثوا بالفرض، إذا كلهم ورثوا بالفرض مثل الأخت الشقيقة والأخت الأب وكذلك البنت وبنت الإبن، إذا ورثوا بالفرض فقط فهم في هذه المسألة بعضهم له يرثوا بالرد، يرثوا بالرد في بعض الأقوال. إذا كان في تعصيب بالغير، نعم، إذا كان في تعصيب بالغير بالنسبة للبنت والبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب، أو تعصيب مع الغير بالنسبة إلى الأخت الشقيقة مع البنت الصلبية أو بنت الإبن، بنت الإبن، والأخت الأب مع البنت الصلبية أو بنت الإبن. طيب، أو كلاهما. طيب، فهذه تسمى عصبة مع الغير. أما عصبة بالنفس لا يوجد في النساء مطلقا عصبة بالنفس إلا المعتقة، أو يعني نعم إلا المعتقة، إلا المعتقة. فيقول الإمام الرحبي وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني ليس هناك عصبة من النساء إلا التي منت بعتق الرقبة، التي أعتقت يعني عبدها أو أمتها. طيب، خلاصة أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الرد، بعض الصحابة طبعا اختلفوا الصحابة واختلف الفقهاء من بعدهم والتابعين، بعضهم قال بالرد، بعدم الرد مطلقا، بعضهم منع الرد مطلقا وقال بأن هذا يعني لا يجوز لأن الأصل الفرض ثم التعصيب وما بقي فلبيت المال،
فلبيت المال، فبيت المال عندهم مقدم عن أي شيء بعد ذلك، يعني عصبة الفرض ثم التعصيب، ثم لم يكن هناك فرض ولا تعصيب، أو ما لم يكن هناك تعصيب فصاحب الفرض يأخذ فرضه والباقي لبيت المال، لبيت المال. فبعضهم يقدم ذوي الأرحام، والخلاف في ذلك نذكره في باب ذوي الأرحام وبيت المال إن شاء الله، باب بيت المال وباب ذوي الأرحام. طيب، الصحابة رضوان الله عليهم فريق قال بعدم الرد مطلقا، وفريق قال بالرد، لكن هناك اختلف من قال بالرد، قالوا بعضهم قال بالرد مطلقا، بالرد مطلقا، وبعضهم قال على فريق دون فريق. إذن عدم الرد مطلقا، الرد على قسمين، بعضهم قال الرد مطلقا، وبعضهم قال الرد على فريق دون فريق. طيب، من قال بعدم الرد، من قال بعدم الرد هو الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومعه ابن عباس في أحد رأييه، يعني أي ابن عباس رضي الله عنه له رأيان، رأي بالرد على فريق دون فريق، وله رأي آخر بعدم الرد مطلقا. طيب، هذا هو الرأي الأول له بعدم الرد مطلقا، ومعهم عروة والزهري، وأخذ بهذا القول الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، رحمهم الله تعالى. بعدم الرد، بعدم الرد، بعدم الرد، لأن بيت المال عندهم يلي أصحاب مقدم الفروض وبعد العصبات، إن لم يوجد عصبة، عدم وجود عصبة في حال انتظار بيت المال. نعم، فالمفتى عند متأخري الشافعية والمعتمد عليه عند المالكية، في متأخري المالكية، إذا انتظم بيت المال، إذا انتظم بيت المال فلا رد. أما إذا لم ينتظم بيت المال، فعدم انتظام بيت المال فهناك يخرج مسألة عدم الرد، فيكون هناك رد، لكن بشرط، أو على فريق دون فريق، ليس مطلقا. فيقول هنا فإلا إذا لم ينتظم بيت المال ففرد، فرد. لكن عندهم أن الرد على جميع العشرة اللي ذكرناهم إلا على الزوجين، أو إلا على الموجود من الزوجين في المسألة، فالمسألة لا يكون فيها إلا زوج أو زوجة. فإذا عندهم الرد إذا لم ينتظم بيت المال على الجميع إلا الزوج والزوجة. طيب، ويروى عن الشافعي رحمه الله التفويض فيما بقي بعد ذوي الفروض إلى رأي الإمام، إلى رأي الإمام فهو يحكم فيه. فإن رأى المصلحة أو رأى أو رجح قول أن يكون هناك رد فالرد، وإن رأى عدم الرد فعدم الرد. حاكم يعني؟ حاكم، حاكم الذي يحكم بشرع الله، يعني كان حكمه في الميراث بشرع الله. أما لو الحاكم لا يحكم بشرع الله في الميراث، يعني القاضي يحكم، القاضي يأخذ حكمه، القاضي. بس المهم أن يكون الحكم في الميراث بشرع الله، وبفضل الله عز وجل، يعني في في البلدان المسلمة التي أعرفها جميعها التحكيم في الميراث لا ليس فيه اجتهاد من حاكم أيا كان، من حاكم أيا كان أو من أي دولة، من أي قوانين وضعية، يعني ليس فيه اجتهاد من القوانين الوضعية. يعني بعض المسائل يعني اجتهد فيها بعد ذلك، مثل اجتهد فيها مثل الوصية الواجبة، وبعضها يعني مثل هذه المسائل، وكذلك مسألة عدم توريث أو عدم إعطاء بيت المال، لأنه لا يوجد بيت مال للمسلمين منتظم، بيت المال ليس للمسلمين فقط إنما مفتوح. فلذلك اجتهد بعضهم متأخر المالكية ومتأخر الشافعية بعدم إعطاء بيت المال إذا كان غير منتظم، لأن الأصل أن ما يترك أو ما يترك بعد أصحاب الفروض ما يبقى يذهب إلى مصالح المسلمين اللي هو بيت المال. فإذا ما كان بيت المال لمصالح المسلمين وللناس كافة، للمسلمين وغير المسلمين، فهذا
عدم انتظام، لم ينتظم للمسلمين فقط. رأي المتأخرين مثل رأي المتقدمين إلا إذا بشرط انتظام بيت المال، بشرط انتظام بيت المال وإلا فالرد، يعني إذا لم ينتظم بيت المال الرد. ثم إذا لم يوجد صاحب فرض لذوي الأرحام، هذا رأي من المتأخرين، ثم لذوي الأرحام. نعم. رأي الشافعي أو قول من الإمام الشافعي أن التفويض إلى رأي الإمام، إلى رأي الإمام، هو الإمام يحكم في هذا الأمر، إما للرد وإما بعدم الرد، والرد على فريق دون فريق أو الرد على جميع. أي أن الميراث أولا لأصحاب الفروض عندهم مالكية والشافعية عند هذا القول اللي ذكرناه، الرد عدم الرد، عدم الرد، أن الميراث أولا لأصحاب الفروض وما بقي في العصبة، ثم يلي ذلك مولى العطاقة وما سبق باتفاق، كل ما سبق باتفاق، يبقى الأولى أصحاب الفروض، ثم ما بقي بعد أصحاب الفروض العصبة، ثم بعد العصبة مولى العطاقة اللي هو مولى المعتق، مولى المعتق، كل هؤلاء باتفاق. ثم بعد ذلك فلجماعة المسلمين اللي هو بيت المال، جماعة مصالح، مصالح جماعة المسلمين اللي هو بيت المال، إذا انتظم بيت المال، إذا انتظم بيت المال باتفاق، وإن لم ينتظم فالرد إلا على الزوجين، إلا على الزوجين، هذا عند من متأخري المالكية والشافعية، أو التفويض إلى رأي الإمام عند الشافعية أخيرا إن رآه الإمام، يعني إن رأوا الإمام بالرد يرد، طيب، وإن رأى عدم الرد فلا رد. ذكرنا الأدلة، نذكرها الأدلة في باب الرد. الذين قالوا بعدم الرد أدلتهم العقل والقياس، القياس، العقل والقياس. فأما العقل فهو أن الفرائض حدود الله، والزيادة عليها تعد على حدود الله، وإذا يجب الالتزام بالفرائض وعدم الزيادة عليها، ومعناه لا رد مطلقا. والقياس عندهم فهو من لا وارث له، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وارث من لا وارث له بيت المال، يعني ذكر مقصود النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرث أحدا فليس لنفسه إنما لبيت المال، لأنه كان حاكم، فبيت المال وارثه، فكذلك ما زاد على الفرائض ولا عاصب يستحقه فلبيت المال، هذا رأيهم أو هذا قولهم. طيب، القائلون بالرد قلنا على فريقان، فريق قال بالرد مطلقا، وفريق قال بالرد على فريق دون فريق آخر. من قال بالرد مطلقا صحابي، الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، رضي الله عنه، حيث قال بالرد على ذوي الفروض مطلقا بما فيهم الزوج، هم العشرة بما فيهم الزوج والزوجة وغيره، يبقى رد على الجميع طبعا ما عدا اللي هم يرثون بالتعصب، يبقى رد على العشرة جميعا، الزوج والزوجة، البنت وبنت الابن، الأم والجدة، الأخوات الثلاث، الشقيقة، الأب والأم، والأخ والأم، شال بس الأب وجد. نعم. أما القائلون بالرد على فريق دون فريق هو فهم طوائف، فهم طوائف، يعني ليسوا على اتفاق، بعضهم أخذ ورثة معينين ولم يورثهم بالرد، وبعضهم أخذ آخرين غيرهم أو معهم. طيب، فالذي قال على فريق دون فريق طوائف منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعه جمهور من الصحابة والتابعين، وبه أخذ الأحناف، وبه أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو الرد إلا على اثنان وهما الزوج أو الزوجة، الزوج والزوجة. طيب، فهذا رأي من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه أخذ الأحناف. أما متأخر الأحناف فلهم رأي آخر،
فلهم رأي آخر. ردوا على الزوجين في شروط محددة، وإذا انعدمت هذه الشروط فلا رد على الزوجين، يعني بالرأي الأول اللي هو الرأي الرد إلا على الزوجين، يعني ردوا على الزوجين بشروط ثلاث، وهي عدم وجود صاحب فرض آخر غيرهما، يعني غير الموجود منهما، إما الميت زوج والوارثة زوجة، أو العكس الميتة الزوجة والوارث هو الزوج فقط، وليس هناك أحد آخر، لا صاحب فرض ولا عصب ولا ذوي أرحم ولا عتق ولا أي حاجة ولا ذوي أرحم. يبقى لا صاحب فرض مطلقا غير الموجود من الزوجين، ولا أي عاصب كان، سواء كان عاصب بالنفس أو بالغير أو مع الغير أو حتى بالعتاقة أو العتاقة، مقطوع مشير مقطوع مشير كان يكون زوجة فقط مسلمة، كان يكون مثلا زوج مسلم تزوج امرأة غير مسلمة ثم أسلمت، فطبعا أهلها كلهم غير مسلمين فلا يرثونها، فلا يرثها إلا من كان من أهلها مسلما، فأبوها غير مسلم، أمها غير مسلمة، أخوها أختها أيا كان ماشي، ممكن يكون لها ابن من زوج آخر غير مسلم، فهذا لا يعد به، لا يعتد به أصلا، ولكنه موجود في المسألة. فالزوج يرث زوجته في هذه الحالة بالمال كله، نصف بالفرض، نصف فرضا والباقي ردا، والباقي ردا، يرث بالتوريث بالميراث النصف هو فرضه، والباقي هذا ليس ميراثا، إنما يسمى ردا، ردا يعني ليس من 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 التعصيب او من الميراث، ليس ميراثا بالفرض، ليس ميراثا بالفرض، انما يكون الميراث هذا بالرد، يكون ميراثا بالرد. كذلك ذوي الارحام لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، يرثون بذوي الارحام، هذا نصيب ليس نصيبا مقدرا، انما يرثون بطريقه غير الفرض والتعصيب. طيب يبقى اذا عند متأخر الأحناف أن الرد على الزوجين بشروط ثلاث: عدم وجود صاحب فرض آخر غير الزوج أو الزوجة الموجود في المسألة، وعدم وجود عاصب، هذا شرط أصلا سابق موجود من البداية، عدم وجود عاصب مطلقا، والشرط الثالث عدم وجود ذوي أرحام، إن وجد ذوي أرحام فالميراث يؤول إليهم إن لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب. إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب ولا يوجد إلا الزوج وذوي الأرحام، الزوج يأخذ نصيبه والباقي إلى ذوي الأرحام كلهم، الباقي كله إلى ذوي الأرحام، كذلك الزوجة ترث من زوجها والباقي إلى ذوي الأرحام. طيب إذا لم يوجد ذوي الأرحام يرد الباقي إلى زوجه، وهذا يعني معمول به عند متأخر الأحناف، وكذلك ما أخذ به القانون المصري في الميراث، ما أخذ به القانون المصري في الميراث نفس هذه المسألة، أخذ بالرد بداية إلا على الزوجين، الرد اللي هو رأي الإمام علي بن أبي طالب والأحناف، ورخذ برأي الأحناف متقدمي الأحناف، ثم أخذ بالرأي عثمان رضي الله عنه بالرد على الجميع، لكن اشترط شروطا للزوجين، اشترط شروطا للزوجين، وهذا ما أخذ به متأخر الأحناف. يبقى متأخر الأحناف والقانون المصري متفقان في هذه النقطة في توريث الزوجين بشروط ثلاث شروط. تمام. هناك رأي لابن عباس رضي الله عنه، وهو يعني من ضمن الطوائف التي قالت على فريق دون فريق، الرأي الآخر له، لأن الرأي الأول ذكرناه أنه ماذا؟ لا رد مطلقا، مثل زيد، غير رأي مثل زيد. الرأي الآخر له أنه يرد إلا على ثلاثة، من ضمنهم من ضمن هؤلاء الثلاثة الزوج والزوجة، وكذلك معهما الجنة. يبقى ليس عنده رد على ثلاثة هذا في هذا الرأي، الزوج والزوجة، الزوج والزوجة والجنة، يرد على سبعة مع أصح، يرد على السبعة مع هذا الزوج والزوجة والجنة. و كذلك ممن قال بالرد على فريق دون فريق ابن مسعود رضي الله عنه، فقال بأن الرد إلا على ستة، الرد إلا على ستة، ذكر منهما أو ذكر من هؤلاء الستة الزوج والزوجة كذلك، لكن بدون قيود، بدون قنوط مطلقا، لا يرثون بالرد،
مطلقا، البقية بشروط. يعني إذا وجد هذا الشرط، إذا وجد هذا الشرط لا يرثون بالرد، إذا عدم هذا الشرط يرثون بالرد. الأربعة التانيين اللي هم الأربعة الباقيين، هؤلاء الأربعة بنت الابن أو بنات الابن، بنت واحدة، بنت ابن واحدة أو أكثر، مع بنت صلبية واحدة. يعني شرط عدم الرد على البنت الصلبية الواحدة أو أكثر هو وجود بنت صلبية واحدة. عدم الرد على بنت الابن تمنعهم، أو بنت الابن بنت الصلبية هذه تمنع بنات الابن من أن يزيد نصيبهم عن السدس. نصيبهم مع البنت الصلبية الواحدة ما نصيب البنت الابن أو بنات الابن مع البنت الصلبية الواحدة السدس، عشان يكملوا الثلثين، عشان يكملوا الثلثين. طيب إذا وجد في هذه المسألة بنت الصلبية ترث، بنت الابن ترث السدس، ترث السدس فلا رد لها. أو بنت ابن ابن مع بنت ابن، أو بنت ابن ابن مع بنت ابن ابن، يعني مش شرط الموجود الصلبية، موجود المقصود أن بنت الابن الموجودة هنا في المسألة ترث السدس، فلا تزيد فلا يزيد نصيبها عن السدس، لا يزيد نصيبها عن السدس. فليس المقصود هنا البنت الصلبية بعينها، المقصود هنا ببنت الابن مع بنت الابن أو مع البنت أو بنت الابن الأعلى منها، الأعلى منها درجة، فهنا لا ترث أكثر من السدس، نصيبها السدس فقط. طيب كذلك بالنسبة للأخت الأب في نفس المسألة، اللي هي نصيبها السدس مع الأخت الشقيقة، الأخت الأب الواحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة، فشرط عدم الرد عليها وجود الأخت الشقيقة الواحدة، لأن لو الأخت الشقيقة أكثر من واحدة الأخت الأب لا ترث أصلا، لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا بالرد. فإذا لم ترث بالفرض لا رد لها، الرد أصلا لأصحاب من؟ أصحاب الفروض، لأن لو أكثر الرد لا يكون إلا لأصحاب الفروض. لو أكثر من أخت شقيقة هيأخذوا الثلث، نعم. ما فيش سدس فاضل من النص، نعم. فإذا أخذت، إذا كان في المسألة أخت الأب ولا يوجد أخت شقيقة، أو أخوات الأب ولا يوجد أخت شقيقة، لا يرد عليها، يبقى شرط عدم الرد عليها فقط وجود الشقيقة. يعني إذا كانت الأخت الأب أو الأخوات الأب يرثون أو يرثنا السدس. الصنف الرابع بعد الزوجين وبنت الابن والأخت الأب أولاد الأم، أولاد الأم اللي هو الأخ الأم والأخت الأم مع وجود الأم. إذا ولد في مسألة أم مع أولاد الأم فلا رد للأخ الأم أو الأخت الأم أو كلاهما معا. يعني سواء وجد أخ الأم واحد أو أخت الأم واحدة أو أخ الأم متعدد أو أخت الأم متعددة أو أخ وأخت الأم متعددين مختلفين، سواء ورث السدس أو الثلث، مع وجود الأم لا رد لهم، لا رد لهم. الصنف الخامس وهو الجدة، وشرط عدم الرد عليها وجود أي صاحب فرض آخر معها في المسألة، وجود أي صاحب فرض أيا كان. لا ترث الجدة، الجدة لا ترث إلا نصيبها السدس، والله أعلم باستثناء الزوج والزوجة، يعني لست متأكدا منها، لكن والله أعلم باستثناء الجدة. آخر كان مع الجد، هذا رأي ابن مسعود، ابن مسعود أن الجدة كذلك، ابن مسعود وابن عباس الرأي الآخر أن الجدة لا ترث، هذا مطلقا عند ابن مسعود، عند ابن عباس أن الزوج والزوجة والجدة لا يرثون مطلقا، يعني لا يرد عليهم عليهم مطلقا بدون قيود وبدون شروط، لكن ابن مسعود وضع شروط أن الجدة ترث بالرد إذا لم يوجد صاحب فرض غيرها، ترث بالفرض وبالرد، لكن وجود صاحب فرض آخر في المسألة يحجبها من الرد أو لا يمنعها من الرد، لا تستحق أن تأخذ فقط نصيبها السدس أو تقاسمه إذا كانت أكثر من جدة، تتقاسم السدس بينها وبين الجدة الأخرى أو الجدات الأخريات ولا ترث بالرد في وجود صاحب فرض آخر. يبقى هذه الشروط، الزوجين لا يوجد شروط مطلقا،
بنت الابن مع وجود البنت الصبية أو الأعلى منها درجة بشرط هذا، والأخت الأب مع وجود الأخت الشقيقة هذا الشرط كذلك، وأولاد الأم مع الأم هذا الشرط كذلك، وجود أولاد الأم مع الأم سواء انفردوا أحدهما أو تعددوا أو اجتمعوا معا فكذلك لا يرثون إلا بالفرض فقط مع الأم، لا يرثون بالرد، والجد مع ذي فرض أيا كان. الظاهر أنه يعني في اللفظ أيا كان، يعني أيا كان نوع صاحب الفرض حتى يعني بدون استثناء للجد ولا الجد ولا للزوج ولا الزوجة ولا غيره أنها لا ترث بالرد، لكن والله أعلم نبحث في المسألة نتأكد منها أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب ذكرنا بأن القانون المصري أخذ بقول علي بن أبي طالب بداية، ثم أخذ برأي متأخر الأحناف اللي هو قول علي بن أبي طالب، وجمع معه قول عثمان لكن بشروط، يعني ورثوا 10 جميعهم مع الزوج والزوجة، لكن الزوج والزوجة بشروط الثلاث اللي ذكرناها، وهو عدم وجود صاحب فرض آخر، عدم وجود عاصب، عدم وجود عاصب نعم، وعدم وجود أي أحد من ذوي الأرحام. تمام، هذا يعني ما أخذ به القانون المصري. طيب الشيخ حسنين المخلوف له يعني مقولة رحمه الله تعالى، قال ولذا جعل الرد على أحد الزوجين مؤخرا عن ميراث ذوي الأرحام، عن ميراث ذوي الأرحام، ومعنى هذا أن الرد غير ميراث ذوي الأرحام وغير ميراث الفرض والتعصيب، يعني كل منهما قسم مختلف عن الآخر، وأن الرد نوعان، قال رد على ذوي الفروض النسبية ورد على الزوجين، وأن الرد على الزوجين في القانون المصري مشروط بشروط ثلاث، ألا يكون ذو فرض مع أحد الزوجين، وإلا رد على ذي الفرض دون أحد الزوجين، وألا يكون عاصب مع أحد الزوجين، وإلا أخذ العاصب مع بقي بعض الفروض تعصيبا، وحينئذ لا رد بل تعصيب، لا يسمونك رد بل تعصيب. والشرط الثالث ألا يكون ذو رحم، وإلا ورث ذو الرحم ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، وحينئذ لا رد بل ميراث ذوي الأرحام. طيب أدلة القائلين بالرد، عملا بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وحديث عن النبي وقاص لما أراد أن يوصي بأكثر من الثلث لابنته أو لغير ابنته فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثلث والثلث كثير. ذوي الأرحام لسه ما خلص، لا لسه ما خلص إن شاء الله في الباب الذي يليه. فقد ظن سعد رضي الله عنه أن البنت تملك جميع المال، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإذا كان للبنت النصف، وإذا كان للبنت النصف فرضا فبما تملك الباقي إلا بالرد. لا شك أنه بالرد عليها، وكذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عليه رضي الله عنه من الزيادة في الوصية على الثلث، فلما؟ فلأن هذه الزيادة حق الوارث، حق الوارث، ولذلك لا تنفذ الوصية في الزيادة عن الثلث إلا بإذن الورثة. طيب وكذلك من ضمن شروط أدلة أو من ضمن أدلة القائلين بالرد توريث المرأة جميع المال من لعنت به ولقيتها، وهو من التقطته من الطريق العام، وعتيقها كذلك من أعتقته، للحديث تحرز المرأة ميراث لقيتها وعتيقها والابن الذي لعنت به. الحديث هذا ضعيف وفيه أقوال. طيب حول آراءهم جميعا ممن قال بالرد، حول آراء من قال بالرد، عثمان بالرد على جميع الورثة، جميع أصحاب الفروض 10 اللي هم 10 مطلقا، وهم قرابة الميت، المفروض الفروض النسبية وهم قرابة الميت، وكذلك قرابة الميت السببية اللي هم الزوجان، ومعنى هذا أنه يرد على 10، بنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم، الأخ الأم والأم والجدة والزوج والزوجة. علي رضي الله عنه يرد على 10 إلا على 2 اللي هم الزوج والزوجة. طيب
ذكرنا بالنسبة لقول ابن عباس رضي الله عنه أنه يرد على ذوي الفروض جميعهم إلا على ثلاثة، يعني هذا القول الثاني لابن عباس الذي يقول بالرد، وهما ما سبق عند الإمام علي بن أبي طالب، الزوج والزوجة، يعني لا يرد على الزوج والزوجة، ومعهما الجدة، يرد على سبعة. ابن مسعود رضي الله عنه يرد إلا على ستة وبالتفصيل سبعة، وهما الزوجان مطلقا، الزوجان مطلقا بدون شروط، والبقية بشروط، مع شروط بنت الابن مع البنت الصبية، بنت الابن الواحدة أو أكثر، مع البنت الصبية الواحدة أو بنت الابن الأعلى من الزوجة، تمام؟ يعني عدم أن عدم الرد مشروط بوجود الصبية أو موجود بالأعلى منها درجة. وكذلك بالنسبة للأخت الأب مع الأخت الشقيقة أو الأخوات الأب مع الأخت الشقيقة، يبقى عدم الرد مشروط بوجود الشقيقة. أولاد الأم مع الأم اللي هو الأخ الأم والأخت الأم مع وجود الأم، يعني مشروط عدم الرد عليهما في وجود الأم. طيب، وجود أمهم. والجدة مع ذي فرض أيا كان لا يرد عليها، مشروط بوجود ذي فرض أيا كان، فإن فقد الشرط في المشروط معه رددنا عليهم ما بقي. فقد أي شرط مشروط هذه، فإن بعض متأخري الحنفية يرد على أحد الزوجين بشروط، الشرط الثلاثة أن لا يكون ذو فرض آخر غير الزوجين أو غير الموجود من الزوجين، ولا يوجد عاصب ولا يوجد ذو رحم. وكذلك هذا ما أخذ به مدى القانون المصري في المواريث. يعني معنى ذلك أن الرد على الزوجين ليس مطلقا بشروط، كما يرى عثمان رضي الله عنه أنه مطلقا، ولكنه مشروط بالشروط الثلاثة التي ذكرناها. طيب، طبعا نلحظ بأنه لا رد على العاصب لا بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره، وإنما يأخذ العاصب ما بقي بعد الفروض تعصيبا لا ردا، حتى ولو كان العاصب ذا فرض اللي هو الأب والجد، وأن مقام التعصيب قبل الرد، والمتقدم أولى من المتأخر. يبقى هذا ترتيب: فرض ثم تعصيب ثم رد ثم ذوي أرحام ثم الرد على الموجود من الزوجين. طيب، الموجود من الزوجين إذا لم يكن هناك كل هذه السلسلة. طيب، أو طبعا بيت المال كذلك، يعني موجود في هذه السلسلة قبل ذوي الأرحام. لا رد إلا على ذي فرض، فمن لا فرض له لا رد عليه. يعني لو وجد أحد لا يرث ولا بالفرض ولا بالتعصيب لا رد عليه، وإنما يأخذ أما قطه الفرائض تعصيبا إن كان وارثا، فإن كان غير وارث مثل ذوي الأرحام فلا شيء له بالرد. أن المردود عليهم جميعهم إناث إلا الأخ الأم، وإلا الزوج عند من يقول بمن؟ بالرد على الزوج. وأنه ليس كل ذي فرض يرد عليه كالأب والجد لا يرد عليهما، فالأب والجد لا يرد عليهما باتفاق الكل، مع أنهما من أصحاب الفروض النسبية، ولما لا يرد عليهما؟ لأنهما من العصبات، لأنهما يرثون بالعصبة، والعاصب لا يرد عليه. وأن الذين هذا مطلقا، هذا باتفاق، وأن الذين يرد عليهم باتفاق الآراء ثلاثة، باتفاق جميع الآراء ثلاثة: البنت الصبية، الأخت الشقيقة، الأم، البقية مع خلاف. الزوجين فيهم خلاف، بنت الابن فيها خلاف، الأخت الأب فيها خلاف، والإخوة الأم فيهم خلاف، والجدة فيها خلاف. أن الذين لا يرد عليهم بشروط اللي ذكرناهم، الزوجان عند متأخر الأحناف، وبنت الذين يرد عليهم بشرط، الزوجان عند متأخر الأحناف والقانون المصري، وبنت الابن عند ابن مسعود، والأخت الأب كذلك، وأولاد الأم والجدة هؤلاء عند من؟ ابن مسعود. وأن الزوجين يرد عليهم مطلقا عند عثمان، تمام، وبشرط عند متأخر الأحناف، ولا يرد عليهم مطلقا عند علي وابن مسعود، لا يرد عليهم مطلقا عند علي وابن مسعود، والجدة كذلك لا يرد عليها مطلقا عند ابن مسعود. طيب،
هذه يعني ذكرناها فلا حاجة لذكرها مرة أخرى. ذكر أمثلة إن شاء الله نذكرها لاحقا. مخارج المسألة الردية أو أصل المسألة الردية، المخرج هو مقام الكسر أخذناه، واحد على اثنين مقام هو أهم مخرج المسألة، واحد على اثنين مخرجه اثنين، واحد على أربعة مخرجه أربعة. المخرج اللي هو مقام المسألة أو الأصل الذي تخرج منه سهام المسألة دون كسر، أستخرج كل سهام المسألة بدون كسر. طيب مسائل الرد أو أصول الرد أربعة، أصول الرد أربعة. أن يكون بالمسألة جنس واحد، أن يكون بالمسألة جنس واحد ممن يرد عليهم، وأصل المسألة حينئذ عدد رؤوس من يرد عليهم. ففي المسألة في مسائل الرد إما أن يكون هناك زوجان أو لا يكون هناك زوجان، أو يكون هناك أحد ممن يرد عليه وغيره ممن لا يرد عليه. طيب فإما أن يكون في المسألة في الأصول الأربعة جنس واحد، أن يكون بالمسألة جنس واحد ممن يرد عليه فقط، يعني ليس هناك ممن لا يرد عليه. وصلت؟ وأصل المسألة حينئذ عدد رؤوس هذا الجنس الواحد، يعني أخت شقيقة، بنت صبية، بنت واحدة أو بنتين أو ثلاثة أو أربعة. بنت واحدة ما فيش، خلاص هو تأخذ أصل المسألة يعني كله. تأخذ المال كله واحد، كل واحد رد فردا وردا، أو اثنين اللي هو النصف، واحد فردا والباقي ردا، واحد ردا. تمام، لكن نتكلم بالوقت مسألة جنس واحد ممن يرد عليه، إما أن يكون واحدا أو أكثر. فأصل المسألة عدد رؤوس من يرد عليه، عدد رؤوس من يرد عليه. أن يكون بالمسألة في الأصل الثاني جنسان متعددان أو أكثر من ذلك ممن يرد عليهم فقط، ليس هناك كذلك ممن لا يرد عليه، بهذان الأصلان الأولان. وأصل المسألة حينئذ عدد رؤوس أو عدد سهام من يرد عليه. كفرضنا مثلا بنت وأم، البنت النصف والأم ماذا؟ السدس لوجود الفرع الوارث. البنت النصف اللي هو 2 من 6، والأم السدس اللي هو 1 من 6 كم؟ 3 من 6 و 1 من 6 4 على 6، يبقى عدد سهامهم 4، يبقى أصل المسألة يكون 4. بعد ما كانت 6 تحول أصل المسألة إلى 4 اللي هو للرد. تمام، يبقى أصل المسألة حينئذ يكون عدد سهام من يرد عليه. وصل؟ هذه بالنسبة لإيه؟ لو ما فيش أحد ممن لا يرد عليه، هذه أسهل ما يكون. طيب أن يكون في الأصل الثالث بالمسألة جنس واحد ممن يرد عليهم وجنس واحد ممن لا يرد عليه، يعني في ممن يرد عليه ممن لا يرد عليه، وهي إما أن يكون ممن يرد عليه فردا واحدا، وحينئذ مخرجها أو أصلها مخرج صاحب الفرض الذي لا يرد عليه، مخرج فرض صاحب الفرض من لا يرد عليه، كالزوج والزوجة مثلا، الزوج ورث النصف والأم لها السدس، كل مسألة من كم؟ من 2 اللي هو فرض من؟ مقام فرض الزوج، واحد للزوج اللي هو النصف، والباقي فرضا وردا للأم. خلاص مش محتاج إلا نكتب بقى الأم الثلث، واكتب هذا 3 وهذا 2 يبقى 6، 6 2 3 وبعدين الام مش عارف كذا، اكتب ممكن بنفسها بالطريقه كذلك، هذه الطريقه كذلك موجوده، اكتب 3 للزوج من 6 وللام 1 لا 2 من 6 زائد 1 ردا، اقول 2 فردا والباقي ردا، لكن احنا عايزين نختصر المساله، لا حاجه للتطويل والتبطيط في المساله، فأخر لأن في النهاية الأم ستأخذ الباقي بعد نصيب الزوج، فالزوج يأخذ نصيبه اللي هو نصفه فرضا واحد من 2، والباقي سهم واحد لقسم التركة سهمين 100,000، 50,000 للزوج و50,000 للزوجة مباشرة، وانتهى الأمر، لا حاجة لزيادة الأسهم وأقول أن هذا يأخذ زوجان 100,000 هنقسمها على مش عارف على على ثلاثة على ستة على أربعة، ونقول الزوجة سيأخذ مثلا مش عارف 3 أسهم وهنقسم مش عارف 50 3 أسهم، سلسلة كبيرة. فنختصر المسألة بعدد بمقام صاحب من لا يرد عليه.
المقام الذي لا يرد عليه، خلما من يرد عليه فقط جنس واحد، جنس واحد حتى وإن كانوا متعددين، يعني مثلا أكثر من شخص، مثلا زوج وثلاث بنات، أو زوج وخمس بنات، أو زوج وعشر بنات، أيا كان، أو بنات الابن كذلك. فالزوج يأخذ فرضه اللي هو الواحد، والباقي الواحد تأخذه البنات، ثم تصحح المسألة من عدد رؤوس البنات. هذا شيء ثاني، تصحح المسألة من عدد رؤوس البنات، هم كم؟ خمسة مثلا وأخذوا واحد، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش نكسب الواحد على خمسة، فنضرب المسألة كلها في خمسة، فتضرب المسألة 2 في 5 ب 10، صحح المسألة من 10. الزوج يأخذ خمسة، لا مش هاخد خمسة عفوا، الزوج سيأخذ ربع، الربع تكون المسألة من 4، واحد من 4 وثلاثة من 4 بالنسبة للبنات، فتصحح المسألة، الثلاثة ما تتقسمش على خمسة، تضرب الخمسة في تضرب الخمسة في نصيب الزوج اللي هو 4 في 4 20، تكون المسألة من 20، تضرب الواحد في خمسة، خمسة للزوج، وثم تقسم ال 15 الباقي لكم؟ على الخمسة، كل بنت تأخذ ثلاثة، كل بنت تأخذ ثلاثة بس، هكذا تقسم المسألة. إذا كان أكثر من شخص صحح مسألة فقط، يبقى بداية يأخذ من مقام الزوج أو الزوجة المفروض المسألة، أو من لا يرد عليه عندما يقول مثلا جدة أو ما شابه ذلك. طيب، فهذا بالنسبة لمن إذا كان فرضا واحدا، وإما أن يكون متعددا فإن كذلك موافقا أو مساويا لما بقي بعد فروض. إذا كان موافقا، يعني كمثال ثلاثة هم ثلاث بنات، الزوج أخذ 4 الربع، وثلاث بنات أخذوا 3 من 4، وهم ثلاث بنات، فكل بنت تأخذ سهم، خلاص ما تصح مثلا. وإذا كان زائدا عليه أو أنقص منه فالمخرج والأصل حاصل ضرب عدد رؤوس من يرد عليهم في مخرج فرض من لا يرد عليه، يعني مخرج الفرض اللي احنا قلنا 4، وهو ما يعرف بالتصحيح، ذكرناه صححنا المسألة. طيب، بالنسبة للأصل الرابع، أن يكون بالمسألة جنسان فأكثر ممن يرد عليه، وجنس واحد ممن لا يرد عليه، جنس واحد ممن لا يرد عليه. وأصل المسألة حينئذ ماذا؟ سهام من يرد عليه مضروبة في مخرج فرض من لا يرد عليه، يعني هو تصحيح لكن سيكون خانتان، خانة بالفرض من لا يرد عليه أولا، ثم خانة أخرى بمن يرد عليه، ثم نجمع جامعة تجمع ما بين الاثنين، ويرد هذا يأخذ نصيبه وهذا يأخذ نصيبه، تحتاج إلى توضيح بإذن الله. طبعا الثلاثة الأول سهلين، ما يحتاج مثال، صحيح، اللي هو إذا كان جنس واحد بمن يرد عليه فقط، أو جنسان أو أكثر ممن يرد عليهم، أو جنس واحد مع جنس واحد ممن لا يرد عليه، جنس واحد ممن يرد عليه، جنس واحد ممن لا يرد عليه، هذه سهلة. الثالثة هي اللي تحتاج إلى توضيح أكثر، اللي هي أكثر من جنس ومعهم جنس واحد ممن لا يرد عليه، أكثر من جنس ممن يرد عليهم مع أحد الجنسين أو الأجناس التي لا يرد عليها. وفي هذه الحالة تتبع الخطوات التالية: أصل المسألة، مخرج الفرض من لا يرد عليه، اللي هو الزوج أو الزوجة، أو من يقول بالجدة أو الأخت الأب مع الأخت مع الأخت الشقيقة أو ما شابه. يعطى من لا يرد عليه فرض أولا، ثم يطلب تصحيح المسألة إن لزم ذلك، وذلك بضرب مجموع سهام من يرد عليهم، من يرد عليهم في مخرج سهم من لا يرد عليه، مخرج سهم من لا يرد عليه، ويعرف نصيب من يرد عليه، يضرب مجموع سهامه في الباقي من المخرج بعد سهم من لا يرد عليه. هذا المثال اللي يعرف نصيب أي فريق من يرد عليه، تضرب سهامه هنا، نأخذها اللي هو التعريف ثم نذكره في المثال. وليعرف نصيب أي فريق ممن يرد عليه، تضرب سهامه في الباقي من المخرج بعد سهم من لا يرد عليه. وليعرف نصيب الفرد الواحد من أي فريق ممن يرد عليه، يقسم نصيب فريقه
على عدد رؤوس الفريق وليعرف نصيب من يرد عليه تترك سهامه أو سهمه في عدد سهام من يرد عليه. بقية الرد إن شاء الله في المرة السابقة المرة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.